الحادث موجود. احنا بالنسبه اختصاصا احنا بنقدر اختصاصنا دفاع المدني، سيطرنا على الحادث، سيطرنا على الحريق والبقيه التي سلمني هم يصرحكم بالتقارير. اصابات عامل واحد موجود فقط. نعم شنو الواقع بالضبط؟ الطياره مش سياره، الطياره مش سياره. والله حجي احنا قاعدين بالبيت عندنا اطفال نايمين، ايه ما حسينا الا فد كتله نار نزلت من السماء وقعت جزء من عندها على السياج مال البيت وداخل البيت وقسم على الرصيف خارج البيت. طلعت طيارة مسيرة مضروبة واقعة هنا، فالحمد لله احنا الأطفال سلامات، العائلة كلها سلامات، ما أصابهم بس أصابهم ذعر يعني من الحالة، وأضرار مادية اكو عندنا، صار حريق يعني داخل عندنا، احترقت عندنا سفالت، احترقت حتى الكاش انشلة السيراميك الأرضية، بس الحمد لله الأضرار بشرية ماكو، فقط أضرار مادية، ونحمد الله ونشكره على ستره، ونطلب من الجهات المعنية أن تعوضنا عن الخسائر اللي أصابتنا اللي إحنا ما لنا يد بيها. وما قصروا يعني، مركز 90 كانوا موجودين، كل الجهات الأمنية إجوا وسألونا وثبتوا الأضرار وحمدونا على السلامة والحمد لله. والله الحادث هان كنت يم جسر محافظة وشفت نار اشتعلت بالجو صورتها، نزلت الطيارة وقعت هنا أنا بهالمكان، وجيت شفتها طيارة مسيرة. والله هي طائرة مسيرة واقعة هنا بمنطقة 90 قرب أحد البيوت قدام الباب مالتهم، نص الطائرة داخل البيت نص الطائرة برا. حسب كلام إنه الدفاع الجوي هو اللي معالج هاي الطائرة المسيرة، ماكو إصابات. أبو البيت الحمد لله وشكر واحدة بس بالبيت طلع بسلامة. الدفاع المدني عالجوا النار اللي وخمدوها اللي كانت، وعالجوا المخذوفات اللي كانت موجودة. رحم الوالدين، سرمد رحم الوالدين. يلا شباب يعني صدق كذب، والله تعبتونا اكثر من المدنيين. احنا مو مدني. لا برنا عبد الله عراقي. عراقي. لا يقول لك لا تصور. جارة بين الشواكان السير. اخي شوي هدي اعصابك. زين زين قول لنا.
ايه هذا هو هذا هو طالع موسى الو نوخا نوخا